بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الأهلي اليوم. بعد ما اتحاد الكورة أعلن حكام السوبر المصري، وطبعا 4 حكام زي ما احنا عارفين، طبعا هما مع الأهلي في الدوري العام، كوارث بتحصل منهم إن كان محمود ناجي أو أحمد الغندور أو محمد معروف أو أمين عمر، يمكن أقلهم أمين عمر شوية. طبعا 4 حكام أسوأ من بعض، وطبعا حكم الاحتواء ما جاش. 4 حكام اتحطم اول مباراه اللي هي الاهلي وسيراميكا، يا اما احمد الغندور يا محمود ناجي. الماتش الاخير عايزين نحطه محمود معروف، سواء الاهلي هيلاعب مثلا بيراميدز او الزمالك ان شاء الله، يعني ما يعدي من سيراميكا. ولكن طبعا الاهلي معترض على الماتش الثاني اللي هو الماتش النهائي ان شاء الله لما يعبر سيراميكا، وعايز حكم اجنبي او حكم عربي حتى من الامارات زي ما حصل قبل كده، ان طبعا ما عندوش ثقه في الحكام المصريين عشان سياسه الاحتواء وروح البروتوكول. والاهلي لسه طبعا بيتكلم في الموضوع ده، لان فاضل حوالي 15 يوم على السوبر المصري في الامارات. حاجه تانية طبعا، الاهلي بيتمسك برئيس لجنه الحكام اجنبي. طبعا الاهلي مش موافق على محمد فاروق او جمال غندور او حتى عصام عبد الفتاح، لان كلهم زي بعض يعني. طبعا كلها محاباه ومجاملات لنادي الزمالك، وبعين الحكام اللي عايزها الزمالك او الحكام اللي كان الزمالك بيخسر قدامها ما تعينش للزمالك. يعني مثلا لو الحكم اللي هو امين عمر مثلا كان بيحكم ماتش الزمالك والمصري والزمالك خسر، لا ده ما يتعينش. احمد غندور مثلا كان بيحكم مثلا الزمالك وسموحه والزمالك خسر، لا ده ما يتعينش لمباراه الزمالك. طبعا دي سياسته، عايزين الحكام اللي هي طبعا اللي هي الفجره اللي هي بتجامل الزمالك على طول. ده بالنسبه لموضوع الحكام. نروح طبعا لموضوع الساعه اللي هو اتهام احمد القندوسي لامير توفيق او للجنه التعاقدات في الاهلي او للاهلي يعني عموما، ان الاهلي في وكيل لاعبين، اي حد بيتعاقد مع الاهلي لازم يكون مع وكيل اللاعبين ده. وطبعا ده القندوس طبعا بيكذب في الموضوع ده، لان اخر 25 لاعب دخلوا الاهلي كان معاهم 24 وكيل لاعبين، يعني ما فيش اكتر من مره واحده لو احمد يحيى جاب 2 لاعيبه من 25 لاعب، وكل واحد بيجي بوكيل لعيبه بتاعه. حتى طبعا بالعيد اللاعب اللي هو زين الدين بالعيد، اللاعب اللي هو الجزائري اللي كان يجي الاهلي وراح بلجيكا، طبعا هو كان احمد القندوسي بيتكلم عليه وبيستشهد بيه ان هو صفقته فشلت في دخوله الاهلي، علشان قالوا له عايزين وكيل لاعبين معين هو اللي يدخلك الاهلي. اللاعب طبعا عمل بوست ونزله وبيكذب طبعا احمد القندوسي. وطبعا مش هنقدر البوست طويل شويه، هنختصر لكم اللي فيه، ان هو بيقول ان ده ما حصلش، وان انا بعد المفاوضات ما حدش كلمني في اي حاجه، وكنت ماشي وكيل لعيبه بتاعي، ولكن طبعا انا فضلت ان انا اروح اوروبا علشان الموضوع ان انا انضم للمنتخب، وتقريبا يعني اللي هو مدير الفني المنتخب الجزائري هو اللي قال له خليك في اوروبا وبلاش حد يعني دوله افريقيه او عربيه يعني. فده طبعا هيؤدي ان شاء الله لخارج القندوسي بره الاهلي. يعني لو كان في نسبه 10% ان القندوسي يرجع من الاعاره على الاهلي مثلا، لا ده خلاص قفل الباب قدام القندوسي، عشان بيتهم الاهلي او بيتهم، هو ما اتهمش امير توفيق، انما اتهم الاهلي بان هو لازم انا في وكيل لاعبين يدخل اي لاعب جاي الاهلي. وده طبعا بعد التحقيق اللي عمله الكابتن محمد رمضان ما حصلش، ونتيجه التحقيق ممكن تطلع اليوم او غدا بالكلام اللي اتقال. نروح لحاجه ثانيه طبعا، ان في طبعا 4 صفقات او 3 صفقات يعني في الميركاتو ده داخلين الاهلي. في 2 لعيبه طبعا من زد اللي هو مصطفى زيكو والبنوبي. طبعا الاثنين دولت اقربهم مصطفى زيكو اللي هو الجناح، هيبقى مثلا مع طاهر ومع بيرسا وجناح يمين. وده طبعا محمد رمضان هيعرض على الكره باتفاق معاه، يبقى موجود في السكواد لو حصل اي حاجه مثلا الاثنين اللعيبه دولت، او يحتاج له على الدكه يلعبه. وطبعا قلنا قبل كده اللاعب اللي هو المالي اللي هو ايريك تراوري اللي هو بيلعب حالا في مازيمبي الكونغولي، اللي الاهلي بيفاوضه، وان شاء الله قاب قوسين او ادنى ان هو هيجي الاهلي. راجل بيلعب راس حربه وبيلعب جناح وتحت راس الحربه كمان، ولاعب جيد جدا، احتمال ينضم بنسبه كبيره جدا، ومفاوضات حالا في يعني المعترك الاخير انه يجي الاهلي. طبعا الكولر بالاتفاق مع كابتن محمد رمضان، كابتن محمد رمضان طبعا عمل معاه جلسه او المجاه. كابتن محمد رمضان قال له ان انا جاي اساعدك
والملعب الفنيه كلها طبعا تخصك انت، انا بساعدك عشان الانضباط وعشان اللي حصل في مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، وطبعا الاهلي خسر بضربات الترجيح وكان في تسيب شويه، نعمل شويه انضباط، وانا ممكن ابقى موجود على الدكه او مش موجود، لا عندي مثلا ايه ما الانضباط يتم ممكن ابقى مش موجود على الدكه، انما هحقق لك طبعا المراد وانا جاي عشان اساعدك. وطبعا المباراه الجلسه كانت جلسه وديه، الناس اللي طالعه تقول ان كولر رافض محمد رمضان ده ما حصلش، وطبعا قبل ما الكابتن الخطيب يعين محمد رمضان او ياخد القرار كان تم الاتصال معاه وقال له احنا هنعين مدير رياضي او مدير كوره ويبقى موجود معاك يساعدك، وبرده اي لاعب مثلا هو شايف ان هو يقدر ينضم للاهلي او على مستوى الاهلي هيجي. طبعا مش هنتكلم على التغييرات اللي جايه، هنخلي التغييرات اللي جايه اللي فيما بعد، لان في تغييرات كتيره جدا في التشكيل اللي جاي مش هنتكلم عليها، بس في كولر حالا في تغييرات عن التشكيل اخر مره، وفي لعيبه هتخش جداد من الصفقات الجديده. نشكركم جميعا ونتمنى للاهلي التوفيق ان شاء الله في مباراه السوبر القادمه السوبر المحلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.